حياته مليانة أسرار رغم بساطتها الشديدة، ومواقفه ما بتتنسيش أبداً، لكن ورغم كل ده مسيرته ما بتخلاش من الغرابة والتصرفات اللي كانت مش مفهومة للبعض، وكان بس الإمام الشعراوي هو اللي عارف أسرارها. تعالوا نكشف لكم المستخبي في حياة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي في الفيديو ده من خمسة بالعربي. الشيخ الشعراوي كان ليه عادات في حياته ما غيرهاش أبداً بالرغم من مرور سنين طويلة عليها وتغيرات كبيرة في حياته. فمثلاً كانت صداقاته بمعنى الصداقات الحقيقية وأصحابه القريبين ما يتعدوش على صوابع الإيد الواحدة، وكونهم رجال دين ما كانش شرط من شروط صداقاته، لا ده كان بيصاحب ناس مختلفة تماماً. فمثلاً كان واحد من أكتر الناس اللي بيستريح لهم خياط عربي في قريته. أما عن صلاة الجمعة كظهر في البيت فده كان في أواخر أيامه علشان ما يتلمش الناس عليه بعد الصلاة ويتعب أو يرهق من احتشامه، ولما كان بينزل كان بيقعد في ركن منعزل ويغطي وشه. لكن أغرب موقف للشعراوي فعلا هو موقفه من السواق بتاعه لما كان وزير للأواف، لأنه كان بيرفض يكون الإمام في وجوده وكان بيقول له صلي بينا يا عم علي، وكان كل الناس بيتعجبوا إزاي السواق بيصلي بالشيخ الإمام. كان من عادة الشيخ الإمام إنه بعد ما ينتهي من تسجيل برنامجه بيروح مع المرافقين ليه لبيته في الحسين أو في الهرم ويكملوا النقاش بتاعهم. الشعراوي ما كانش بيحب التهليل ليه خالص في الجوامع أو في أي مكان بيدخله، وكان دايماً يقول من أنا حتى يهلل لي الناس في المسجد، فالمسجد ليه حرمته وقدسيته ولا صوت يعلو فوق صوت الله. الشيخ عبد الرحيم الشعراوي ابن الإمام محمد متولي الشعراوي قال في أحد اللقاءات الصحفية إن والده بيحب يسمع المكتب وبيكره جدا يسمع الاغاني الهبطه، لكنه كان بيدور على اغاني عدويه. وعن اغنيه لولاكي واللي كانت مكسره الدنيا، وسالوه هل بتسمع اغنيه لولاكي؟ فقال لهم نعم اسمع لولاكي واسمع عدويه كمان لما بيغني زحمه يا دنيا زحمه. الصحيفه الوحيده اللي كان الشيخ بيثق فيها هي صحيفه الاخبار، واللي كانت بتنشر ليه احاديث في الصفحه الاخيره واللي اسمها خواطر الشيخ متولي الشعراوي بإشراف الصحفي أحمد زين، واللي جه بعده عبد الوارث الدسوقي، والاتنين أمناء في نقل الحديث، علشان كده الإمام كان بيحبهم. ناس كتير ساعدهم الشيخ الشعراوي على التوبة والرجوع لربنا، وكان أشهرهم الفنان عماد حمدي واللي ليه قصة مشهورة مع الإمام متولي الشعراوي، لأنه بعد انفصاله عن زوجته حالته اتدهورت جدا، والفنان إبراهيم الشامي اتوسط له عند الإمام علشان يساعده، وما كانش من الشعراوي غير إنه قابله بلين ولطف شديد وأعطاه الأمل في رحمة ربنا وبشره بالتوبة طالما النية صافية لله.